السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حكومة إنقاذ إلى حكومة مصغرة أو حكومة أزمة كما سماها البعض، تعديل وزاري جديد على حكومة السيد لغويل، تعديل رآه البعض في محله وخطوة في الاتجاه الصحيح، ورآه آخرون لا قيمة له على أرض الواقع. ونحن اليوم نريد سماع رأيكم، رأي المواطن في هذا التعديل، وهل سيأتي بجديد؟ حكومة مصغرة، هل تأتي بجديد؟ هذا هو سؤال حلقتنا لهذا اليوم برنامج صوت الناس، ونستقبل اتصالاتكم وآرائكم عبر الأرقام الظاهرة اتباعا أسفل الشاشة. وأذكر بهذه الأرقام لمن استمع إليه عبر الراديو 094-466-5680 كما يمكنكم أيضا التفاعل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي تظهر أسفل الشاشة. ولكن مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ في استقبال اتصالاتكم ونبدأ في موضوع حلقتنا هذا اليوم، نخرج لهذا التقرير من بعد نواصل، فابقوا معنا. تعديل وزاري جديد أقره المؤتمر الوطني العام قلص حكومة الإنقاذ إلى حكومة مصغرة من 12 وزيرا بدلا من 30، مع تحويل باقي الوزارات إلى هيئات. كما تم تقليص أعداد وكلاء الوزارات إلى وكيل واحد بدلا من 4 وكلاء. وشمل التعديل الوزاري عبد المنعم الدالي نائبا أول لرئيس الوزراء وعبد اللطيف قدور وزيرا للداخلية، فيما أسندت وزارة الخارجية للدكتور علي أبو زعكوك، بينما احتفظ مصطفى القليب بوزارة العدل، كما احتفظ خليفة الساروي بوزارة التربية والتعليم. أما وزارة التعليم العالي فكانت لصالح الفاخري، وأسندت وزارة المالية إلى نصر الصالح، كما أسندت وزارة الصحة إلى الطاهر السنوسي، ونصب هشام بالحاج وزيرا للأشغال، ومفتاح الفقي وزيرا للاقتصاد. وفي هذا السياق أكدت رئاسة المؤتمر الوطني العام أن التعديل الوزاري الذي أدخل على حكومة الإنقاذ هو شأن داخلي متعلق بتجنب عبء الاستمرار بحكومة ثقيلة من حيث عدد الوزارات والوكلاء. وقالت رئاسة المؤتمر في بيان لها إن الحكومة المصغرة جاهزة لأي انتقال سلمي يعبر عن إرادة الليبيين، مشيرا إلى أن المؤتمر لا يزال عازما في الإسراع بالوصول إلى حكومة التوافق الوطني بخطوات تمثلت في لقاءات مباشرة مع أعضاء البرلمان. هذا ورأى بعض المراقبين أن قرار المؤتمر بشأن التعديل الوزاري لن يغير الكثير من أداء الحكومة الباهت، وكان الأجدر بهم إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة، في حين رأى آخرون أن قرار المؤتمر جاء متسرعا، وكان الأجدى أن يبقي على حكومة الإنقاذ بوضعها السابق لحين تشكيل حكومة وفاق وطني. وبين انقسام الآراء ما بين مؤيد للتعديل الحكومي الجديد وآخر داعم لحكومة الوفاق المرتقبة وثالث معارض للحكومتين، ويطالب بالتأني إلى حين إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق السياسي الأخيرة، يبقى المواطن ينتظر ويتطلع لحلول تنهي ما يعانيه في حياته اليومية جراء هذا الانقسام السياسي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج صوت الناس. اليوم نتكلم عن تعديل وزاري قامت به حكومة المؤتمر الوطني العام على حكومة الإنقاذ الوطني، التي كانت تتكون من 30 وزير أصبحت الآن ب 12 وزير، وأيضا الوكلاء في كل وزارة لا يتعدى الوكيل الواحد في كل وزارة. كل هذا وأكثر اليوم سنطرح الموضوع بصفة عامة ونأخذ آراء الناس في هذه الحكومة المصغرة. هل ستأتي هذه الحكومة بحلول ربما تكون سريعة في الأيامات القادمة، وما هو وجهة نظر المواطن جراء هذه الحكومة، وهل هذه الحكومة ستقف عقبة أمام الحوار الذي تقود الأمم المتحدة، وهل هو رسالة موجهة من المؤتمر الوطني العام إلى الأمم المتحدة بأنهم يرفضوا الحوار؟ كل هذا وأكثر سنطرحه اليوم في برنامج صوت الناس. وأذكر بأرقام الهواتف لمن يستمع إلي عبر الراديو 094-466-5680 أيضا يمكنكم التفاعل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. ونبدأ في هذه الحلقة مع ضيفنا في هذا اليوم السيد عصام الزبير، الكاتب كاتب وصحفي. أهلا وسهلا بك سيد عصام. أهلا وسهلا بك وبكل من يحضر هذه القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. صلى الله عليه وسلم. بداية سيد عصام، يعني
أنت رأيت التعديل الوزاري من 30 وزير إلى 19 وزير، يعني كيف رأيت هذه الحكومة أو عفوا إلى 12 وزير، كيف رأيت هذه الحكومة التعديل، هذا التعديل ربما نقول؟ أولا حقيقة أنا أعتقد أن هذا التعديل كان قد أتى متأخرا، لأنه كان يجب أن يسير وفق ما كان يتطلبه الشعب من المدة الماضية، ولكن استغرب أن هذه الفترة التي نعاني منها في الكثير من عدم وصول المواطن لإشباع حاجياته والحصول على مرتبه وخلق العديد من الأزمات من الدقيق إلى الوقود إلى العديد من هذه الأزمات التي أصبحت تعاني منها المواطن بصورة كبيرة جدا، نعم، جعلت الأمور تسير نحو ضرورية التغيير. ولكن دعني أقول لك الحقيقة، نحن الآن أمام 12 وزيرا، نعم، وأمام 14 في الهيئات. من سيكون هؤلاء رؤساء الهيئات؟ هل هم نفسهم وزراء تحولوا إلى هيئات؟ إذا ليس هناك تغيير. إذا كان هذا العدد هو بحد ذاته 26 سيكون 26، وكان قبل ذلك 33، فليس هناك تغيير حقيقي. نعم. كان يجب أن يتم دمج الوزارات وتوضيح ما هي أعمال هذه الهيئات ومن هم الذين اختيروا لهذه الهيئات حتى يتم معرفة ذلك. وهل ستبقى تلك الوزارات بنفس العدد التي أضحت هيئات أم ماذا؟ إذا الإنفاق الحكومي ما زال باقي. يعني انت ترى بان هذا التعديل اصبح يعني اتى متاخرا بعض الشيء، ولكن يعني ربما هناك وزارات تم دمجها في هذا التعديل سيد عصام. هناك وزارات صحيح بعضها ادمجت، ولكن ما هي وضعيه الهيئات؟ هل هي نفس الوزارات التي تم تحويلها ستبقى هيئات؟ لدينا هيئات عديده منها حتى الاعلام والثقافه والشباب والزراعة والتربية الحيوانية، أمور عديدة مقبلة الآن على هيئات، كيف سيتم تحويل هذه الهيئات؟ هل هي نفس الوزارات بتوقيع الهيئات؟ كما أنني أقول لك حقيقة أن هذه الحكومة لم تقدم للشعب أي شيء، لأن الشعب كان يشتكي كثيرا منها، هي حكومة نائمة حقيقة حتى في ظهور إلى الناس، حتى في وضع الشيء الأساسي الذي أتت من أجله هي تحقيق الأمن والاستقرار. نعم. لم تحقق حتى الأمن في العاصمة، لم تقدر على ذلك، فهي حكومة إذا فاقدة وسالبة لوضعها. طيب. كان يجب عليها أن تتحرك في الاتجاه الصحيح وأن تعمل على تحقيق واستقرار الأمن وأن تعمل على وضع آلية حقيقية للمحافظة على حقوق المواطن بدلا من أن تبقى هكذا بهذه الصورة. طيب، لكن ربما البعض يقول بأن هذا التغيير أو التعديل الوزاري هو سياسي أكثر من أنه يكون هو تنفيذي، يعني هو ليس لمصلحة المواطن، هو سياسي فقط ليقول لكوبلر بأنهم ما زالوا يرفضون الحوار. قد أنا لا أعتقد ذلك، إذا كان سياسي كان يفترض أن يكون من المدة الماضية، ولكنهم كانوا ينتظرون ماذا سيستخدم هذا الحوار وما تكون عليه حكومة الوفاق، فهم انتظروا حكومة الوفاق حتى لا يحدث التغيير، ولذلك وقفوا في فخ الدولي بدلا من اتجاه نحو المعاناة في الداخل. نعم. ينتظروا حكومة الوفاق ولم يسعوا إلى تحقيق ما يريده الشعب، لذلك هم أخطأوا حقيقة ولم يكونوا في وضع صحيح، وهذا ما يجعل هذه الحكومة رؤية حقيقية وبدون رؤية صادقة، لأنها لا تمتلك في ذلك قراءة الوضع الداخلي، بل سعت لأن تكون مدعاة للنظر في الوضع الخارجي، وهو ما جعلها تعاني من العديد من الأزمات والاختناقات، وهو ما جعل الشعب يضيق ويزيد من معاناة. نعم. ويتحدث بصورة قوية جدا في الشارع. طيب سيد عصام ابقى معنا، سنعود اليك من جديد بعد ان ناخذ بعض الاتصالات من بعض المتابعين للبرنامج. معنا نبدا اليوم في افتتاح او نفتتح اتصالاتكم وناخذ ونستقبل اتصالاتكم ورايكم، ومعنا اول اتصال في حلقه اليوم معنا خالد من بني وليد. السلام عليكم خالد. طارق من بني وليد. طارق سامحني. طارق اهلا وسهلا بك. صادق من بني وليد. صادق اهلا وسهلا بك. صادق ام طارق؟ على كل الأخ الحبيب، يعني بداية يعني أنت كمواطن كيف رأيت هذا التعديل التي قام به المؤتمر على أو عفوا حكومة غويل على حكومته؟ اسمعني من سماعة التليفون لو سمحت. ألو. نقص التلفزيون واسمعني من سماعة التليفون لو سمحت. لحظة. طيب.
تسمع فيها توا؟ تمام. طيب انا سالتك الان قلت لك ما هو رايك، يعني انت كمواطن كيف ترى هذه الحكومه من المكون من 12 وزير؟ والله يا اخي نفس يعني بيكون نفس الحكومات السابقه يعني. ما في شيء يعني تحس ما في جديه في يعني الخدمات الوضع اللي في الان اللي يعني وضع معيشي وخلاص عار نفس يعني. نعم لكن يا اخي الكريم يعني ربما تكون الكل يشكي بان يعني هناك كان في 30 وزير، كل وزير يعني راتب ياخذ راتب ورقم معين، وكذلك يعني كان كل وزاره كانت في حتى وزاره توصل الى 3 وكلاء، فالان اصبح تقلص العدد الى وزير واحد ووكيل واحد، ربما تكون اكثر فاعليه في المستقبل. ما والله نعم. الو ايه طيب قلت لك ربما تكون اكثر فاعليه وربما تتم بالشكل التنفيذي اكثر. والله زي ما قلت يا اخوي ان شاء الله نتمنى يعني الحكومه هذه الاصل يعني تنظر بجديه للمواطن لحال البلد يعني وضع مش معقول لدرجه ان شاء الله. طيب شكرا جزيلا لك سيد طارق، كنت معنا من بني وليد. نعود من جديد الى ضيفنا الكريم سيد عصام الزبير. يعني سيد عصام ربما يعني كبوادر اولى او يعني من بوادر الاتصالات ربما لا يثق في هذه الحكومه، وربما تكون هي نفس الحكومه الماضيه يعني ونفس الاداء، يعني هذه رؤيه مواطن، كيف تعلق على ذلك؟ هو حقيقة ما عليه المواطن هو يجب الذي نستمع له. هذه الحكومات لم تنزل سواء الحكومة البرلمان أو حتى المؤتمر الوطني، لم ينزلوا إلى الشوارع ويسألوا عن معاناة الشعب ويسألوا عن حالات. هم امتلكوا المرتبات الباهظة وأصبحوا ينظرون إلى أنفسهم حتى في عملية قرارات، لا تجد قرارا يتحدث عن المواطن، حتى في اختلال الأمن لا تخرج ولا تصدر بيانات ولا يتحدث إليك حتى أعطاء داخلية ماذا حدث، بلامس ماذا حدث وأول أمس ماذا حدث، ولكن في العاصمة ولكن لا تجد من يخرج منك ويوضح لك. هذه الحكومة راعية للمواطن، إذا لم تحقق هذا الشرط على تغادر. يفترض أن لا تكون حكومات محاصصة، أنا نحن أخذنا مناطق وأخذنا من تلك المناطق، ينبغي أن تكون حتى لترضي الناس وترضي المجتمع الدولي أن تكون حكومات تخلق راس مهمتها خدمة الناس وليس ذو أجندة أو ذو مناطقية أو شهوية. هذه الحكومات هي التي تخدم الناس، أما بهذا الشكل أي تعديلات تجرى هي نفس السياق، هناك من كان في وزارة وتم تغييره في وزارة أخرى، وهناك من بقي وهناك من تم استهدفوني، والغريب في الأمر أنهم يتحدثون عن العزل السياسي وعن هيئة النزاهة وهؤلاء يمرون بدون العزل السياسي، كأننا أدخلنا هذا القانون لإثارة المشاكل بين بعضنا البعض ولا يتم تحقيقها سواء في هذه الحكومة أو الحكومات السابقة. هذا أمر غريب ومستغرب فيه. نعم سيد عصام، لكن البعض او ربما الكثير يقول بان المشكله ليست في الطاقم الوزاري انما المشكله في راس الحكومه. وهذا حقيقه، عندما تم تغيير السيد عمر الحافي قال للمواطنين بانهم سيتم الاعتراف بهذه الحكومه، وحملوا على السيد الحافي بانه كان من طرف سياسي معين متشدد، وبعد ذلك لم نرى شيء، بالعكس كانت هناك بعض الحركه للحكومه، الان اصبحنا ننام، ليس نعلم حتى بوجود حكومه، حتى عندما تتحدث الى الشارع يقول لك ان البلاد الحمد لله ماشيه بالبركه، لا تعلم ان من الذي يحرك هذه البلاد ومن الذي يسيرها، المواطن يذهب الى عمله وياخذ معاشه ويشتري حاجاته، لا يمكن سيطره الحكومه للتجار. اخذ التسهيل ويبيعون البضائع باسعار كانما يشترون الدولار من الخارج، ولم يتعمل لهم الى الان اي اجراء، قوت المواطن اصبح يزداد سعره، ولم تجد الحكومه اي تدخل، الامن لم تجد الحكومه اي تدخل، كيف المواطن تريد ان يرضى على هذه الحكومه؟ هي اصلا اين هذه الحكومه حتى يرضى عنها المواطن؟ نعم، طيب سيد عصام ابقى معنا، ربما تحول بالسؤال الذي سالتك اياه يعني الى
الاتصالات التي سوف نأخذها الآن. نعود من جديد إلى استقبال اتصالاتكم، ومعنا اتصال من يوسف من كيكلا. يعني يوسف، ربما نسألك نفس السؤال الذي سألته لسيد عصام الزبير. يعني البعض يقول بأن ليست المشكلة في وزارات والطاقم الوزاري، إنما مشكلة في رئيس الحكومة، كيف ترى ذلك؟ ألو يوسف، سمعتني يوسف؟ معك. طيب انا وسهلا بك يوسف. يعني قلت لك خصوصي بكيكلا. طيب يوسف احنا بس حتى يوسف حتى لا نخرج من صلب الموضوع ونكون في وسط الموضوع. يعني نتكلم عن التعديل الوزاري الذي قامت به رئيس حكومه نقاط وطني. طيب تفضل. انا بالنسبه لي انا باهي انا قلت جروح مكسر. طيب سيد يوسف يعني ارجوك خلينا في موضوع حلقتنا لليوم، نتكلم على التعديل الوزاري. هل عندك شيء في هذا الموضوع؟ انا برنامجي. نعم نعم اسمع فيك. انا قاعد نمشي لا فيش حكومه اي قاعده ما فيش نمشي لا اي حاجه اللي هي ثوره ما فيها شيء. طيب هل تشوف ان هذا التعديل الوزاري ممكن يدير حل في المده القريبه؟ يعني تشوف ان التعديل الوزاري تخلص عدد الوزراء الى 12 وزير، يعني ربما يكون افضل من قاعدين 30 وزير؟ نسمع فيك بخصوص كتله، بخصوص كتله وانا الشوارع في حد ذاتنا من طيب طيب شكرا جزيلا. طيب يوسف صوتك تقطع ولكن وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك يوسف كنت معنا. وربما لك اتصال آخر. نعم نعم نرجع من جديد الى السيد عصام. يعني سيد عصام، يعني انت كاتب وصحفي، يعني ربما هناك بعض الوزارات كانت تحتاج فعلا لتغيير. يعني هل فعلا هناك وزارات كانت تحتاج الى تغيير تغيرت في هذه الحكومه الجديده؟ هو حقيقه العديد كان يشتكون من العديد من الامور، منها انا استغرب ان السيد الغوين ليس له علاقه بوزاره الدفاع وما زال يتمسك تمسك بوزاره الدفاع. هو لم يعمل حتى طيله حكومته على فتح الطريق الساحلي وما زال مستمسك به. كان يفترض ان تعطى هذه لمن لديه فكر استراتيجي ليقوم بهذا الحل، اما البقاء على هذه الامور فهي صعبه جدا الان، كما ان وزاره الداخليه ماذا قدمت للمواطن؟ يعني يجب علينا ان نتساءل هنا، ووزاره الاعلام التي لم تعمل حتى على خلق اعلام او القدره على تجميع الاعلاميين، بل اصبحنا نرى ان هؤلاء الاعلاميين ينفضوا من العاصمه ويذهبون الى قنوات اخرى وياخذون مسارا اخر. وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي لم تعمل على تجميع هذه الطاقات وهؤلاء الشباب واستغلال الموقف، رأينا كيف أن مباراة الأهلي والاتحاد التي جرت، كيف أن الناس ذهبوا إلى تلك المباراة وجلسوا وتابعوا المباراة ورجع كل منهم إلى بيته. تهويل ولما هذه الأوضاع؟ وزارة الصحة بدون خدمات إلى الآن، الناس تشك التطعيمات، وزارة التعليم تعاني من بعض المشاكل من الميزانية التي تأخرت حتى أن الكتب وصلت ما زالت تتواصل إلى الآن. نعم. لذلك يجب أن نعالج المشكلة بكل شفافية. نعم. يجب أن نبقى دائما في عملية الصمت. وجود وزارة الصناعة ماذا نستفيد بها؟ وجود وزارة السياحة ماذا نستفيد بها؟ نعم. الصناعة حقيقة لا توجد لدينا صناعات إلا المياه وبعض الصناعات البسيطة جدا. نعم. هذه يمكن أن تكون هيئة تشملها. أو تكون مؤسسة الوطنية للصناعة. طيب أمور غريبة جدا في هذه الحكومة. طيب سيد عصام ابقى معنا مشاهدينا الكرام، نذكر بأرقام الهواتف قبل نذكر بأرقام الهواتف. معنا اتصال عبد الله من مدينة بنغازي. السلام عليكم عبد الله. مرحبتين بك أخويا. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك سيد عبد الله. سيد عبد الله، يعني ربما هناك من يقول بأن المشكلة ليست في الوزارات نفسها، إنما المشكلة في شح الدخل أو الميزانية للدولة، لا هناك ميزانية. عبد الله. أيوه نسمع فيك. طبعا قلت لك الكثير يقول بأن المشكلة مش في الوزارات، المشكلة في أن ما فيش ميزانية للوزارات. كيف تشوفها أنت؟ أنا أشوف فيها يا أخي
تسمح لي يا اخويا؟ نعم تفضل. انا الصوفية نحن ليبيين ونعيشوا مع بعضنا حتى في بركة. طيب نحن ليبيين نعيشوا مع بعضنا حتى في بركة، لكن اللي يخطرنا الاجنبيين واللي عندهم بطاقتين هذيما البطاقة برا وبطاقة جوا يخطونا، بالله عليهم يخطونا. باهي تمام، هذه فكرتك وصلت، لكن نبي الان رايك في التعديل الوزاري اللي قام بها رئيس الحكومة الانقاذ الوطني من 30 وزير الى 12 وزير ووكيل لكل وزاره، شنو رايك فيه؟ كويس، لان كويس. يعني كويس ربما تشوف ان هو يكون مساعد وتكون الحكومه اكثر تنفيذيه يعني. اي حاجه ديرها حكومه طابش كويسه صراحه. طيب. الشعب الليبي صراحه يعني. طيب طيب. لكنهم كويسين وطيبين ويعلم الله مع الشعب الليبي. هذا حق متعبين. طيب سيد عبد الله اللي بنقوله نعم، الا نحن كمواطنين ليبيين. الو نعم نسمع فيك عبد الله. نعم ارى مواطنين ليبيين غالبين في لقمه الخبزه. طيب يعلم الله ان يخطون الناس اللي جايين من برا يخطونها بس. طيب وصلت الفكره سيد عبد الله، كنت معنا من مغازي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام اذكر بارقام الهواتف لمن يستمع الي عبر الراديو 094-466-5680 094-466-5681 ونعود لاستقبال مكالماتكم لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. الرجال يوفون باذن الله. الله اكبر. معسكر 27. الله اكبر. وغريبا باذن الله غريب الحكم وصل لخوت الجنزور، ما يدريش الجنزور ما يسيبهمش باذن الله. الله اكبر. اكبر. اي حر في هذا الوطن. الله اكبر. نبي نقول لهم كلمة الرجال زي ما في الميدان، ان دم شهدائنا ما يمشيش هباب. تكبير انهم الاسود. الله اكبر. هذه خيامهم. ان شاء الله ربي يوصل بحقهم، ان شاء الله نكون ديما مع الحق. الله اكبر. الله اكبر. نحيي رجال الزاويه. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. أوليس موتي في حياتي مرة، لما لا يكون ختامها استجماليا لما سمت نفس الشهيد. لما يعد الرجال يفوت باذن الله، لما يعد الرجال يفوت باذن الله. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج صوت الناس. اذكر بعنوان حلقتنا هذا اليوم، نتكلم عن الحكومه المصغره التي قام بتعديلها السيد غويل رئيس حكومه الانقاذ الوطني من 30 وزير الى 12 وزير ووكيل لكل وزاره، هو عنوان حلقتنا هذا اليوم. وهل هذه الحكومه ستقدم جديد للمواطن وللشعب الليبي بصفه عامه ام لا؟ هو سؤال حلقتنا في هذا اليوم. ونعود اتصالي الى استقبال مكالماتكم من جديد، ومعنا عمر من الجبل. السلام عليكم عمر. سلام وخير استاذي، كيف حالك؟ اهلا وسهلا بك سيد عمر. سيد عمر يعني انت كمواطن كيف رايت هذا التعديل؟ نعم انت كمواطن كيف رايت تعديل الوزاري لحكومه الانقاذ الوطني؟ اعطيني معك شويه استاذي. باهي تفضل. نبي الشعب وين؟ نبي الشعب تو الشعب وكل يعيط وكل يقول عندنا نقص وعندنا عندنا 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 عندنا. نحن الشعب شنو وظيفتنا؟ شنو الوضع اللي طلع من الحكومات عليه؟ الحكومات في امريكا في زوج احزاب، زوج احزاب يديروا في الحاجه الكويسه، الحزب هذا يدير حاجه كويسه للشعب، الحزب هذا يدير حاجه كويسه للشعب، باش يحبوه الشعب. لكن هذول يا راجل ياخذوا وزارات، الوزير ياخذ في اكثر من عضو المؤتمر. طيب الوزير ياخذ اكثر من، مش معقوله يا راجل. طيب لكن عمر 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 ممكن الان كان 30 وزير وكل وزير يعني راتب الوزير ربما 7000 دينار ليبي، يعني ممكن الان اصبحوا 12 وزير ووكيل في كل وزاره بدل من 3 وكلاء، في وزارات كانت توصل لذاتها وكلاء، وربما يكون حتى الفائض المالي الباقي هذا يدير حل حتى للناس يعني.
لا هم قدرات وزير يدور في الشارع وشفت وضع البلاد لأنه ياخذ يعني السيارة مسطحة وماشي في حالة. هذه نقطة. النقطة الثانية ما مش لاقيين دولة، أما أصلا ما بيش يدير حاجة كويسة، لا يدير حاجة كويسة إذا حبهم الشعب، لكن الشعب مسكين ما شاف فين يمشي يا راجل، حتى مظاهرات تو ما يقدرش يلغى المظاهرات، كيف يلغى المظاهرات؟ أنا منو؟ طيب سيد عمر، سيد عمر باختصار انت كيف شفت تعديل هذا بتاع الوزارات؟ هل هو كويس ولا مش كويس؟ والله يقول لك اكثر بيت احمر من ميتة غالب هذا بده يجوز يقعدوا، ولكن اللي شوف فيها المحلل السياسي اللي معك هو قال لك حيروحوا من الهيئات، يعني كثرت حتى كثرت مصاريف. طيب يعني انت 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 الان انت الان انت الان اربع سنوات ولا خمس سنوات كان مثلا في قنبر الذريه. طيب عمر مش بياخذوش وقت ناس ثانيين. طيب عمر مش بياخذوش وقت ناس ثانيين، يعني انت الان تشوف ان التعديل كويس صح؟ طيب اغلق هاتف، شكرا جزيلا لك عمر، كنت معنا. نعود من نعم عبد المنتصر من طرابلس. ابو المنتصر من طرابلس، السلام عليكم. السلام عليكم، احييك واحيي ضيفك الكريم اخي. اهلا وسهلا بك. يعني المنتصر يعني كان عمر قبلك وقال بان ربما تكون الحكومه ب 12 وزير افضل من 30 وزير، كيف تشوفها انت؟ هو زي 30 زي 12. 30 زي 12، لكن ربما احنا قاعدين يعني نلفوا في دائره مغلقه يعني. وممكن ضيفك يعني يفهم في الامور السياسيه اكثر مني وشيء السيد زبير. يعني شو اللي قدم فيه الوزارات؟ شنو هي؟ شو قدمت وزاره الصحه؟ وين التطعيمات؟ شو قدم وزاره الداخليه؟ نعم. شوف انت، انا نسال سؤال بس، وزاره الداخليه شو تقدم؟ وين مراكز الشرطه؟ انت لما تبي تشكي في حد تمشي لمراكز كتائب هذول اللي موجودين. يا سيدي حول، خلينا من هذا. كهرباء. نعم. 30 مدير مكتب. ليش؟ لكن 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 ربما سيد منتصر او المنتصر عفوا، ربما يكون البعض يقول او الكثير يقول بان المشكله ليست في الوزارات، المشكله في الميزانيه. لما اسمعك واضح قلت لك، يعني في من يقول بان المشكله مش في الوزارات، المشكله انه ما فيش ميزانيه لدعم الوزارات. اي ميزانيه عنده انت؟ هو انت هذا زي رب البيت. رب البيت تقدر تروح للحوش انت مرات ما عندكش، ما تجيبش صغار خبزه، دبر حالك، صرف يا اخي، دير حل مع المسكر النفط، دير لنا حل، دير لنا حل. احنا قاعدين نساوموا في الخبزه في في في, في, في الكوش يا راجل، قاعدين نساوموا في الدول اللي 4 جنيه ولا ب 16 جنيه. نعم. وين قديش واحد بيقسم حاله يا راجل؟ طيب يحسوا بينا الناس. طيب. يحسوا بينا. طيب باختصار يعني انت الان تشوف بان هذا التعديل الوزاري لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني التعديل الوزاري لا غير تعديل وزاري، اما حكومه فاشله جدا جدا. يا اخو خذ الكلام المضبوط. طيب. طيب. هذا رايي هني وهذا رايي نسمع فيه في الشارع كله يعني. طيب وصل الواقع. شكرا جزيلا لك. اشكركم على البرنامج الطيب. شكرا جزيلا بالمنتصر، وصلت الفكره. شكرا جزيلا على الاتصال. نعود من جديد الى ضيفنا سيد عصام الزبير. سيد عصام، يعني احد من المتصلين يعني نبه الى نقطه ربما تكون مهمه جدا، وهي مساله ان يكون وزير لديه ازدواجيه في الجنسيه، يعني يكون ممكن لديه جنسيه ليبيه وغير ليبيه، فربما تكون هذه احد الاشياء التي لا تساعد الوزير على العمل بشكل اكبر. هي لم تساعده، اعتقد ان سيد عصام نحن ابتلينا في الوزارات السابقه. نعم. ان هناك من هم لديهم جنسيات اخرى، وعندما انتهت فتره ولايتهم كوزراء رجعوا الى بالتالي، ولذلك هنا لا تتم المحاسبه، سنبقى في مشكله كبيره جدا. نحن نتمنى ان يكون هناك ناس عاشوا معنا وشعروا بما كانت المعاناه للليبيين، حتى لا يخطبوا بعد فتره ما ولا نجدهم بيننا. هذا ما يشعر به بعض المواطنين واغلب المواطنين، حتى انهم الان اصبحوا يقولوا لابد ان يكونوا ليبيين معنا وعاشوا تلك الفتره التي عشناها من معاناه وابتلاء. لا يريدون ان يكون هناك اخرون لديهم جنسيات اخرى، في اول ما تحدث من شيء يذهبون ويتركوننا لوحدنا. نعم.
نعم، لكن ربما ربما كانت كثير يقول بان او سؤال سالته لبعض المتصلين هو ان الوزراء دائما ما يشتكون بان المشكله ليست في الوزاره بحد ذاتها، انما مشكله في ميزانيه. يعني انت ككاتب صحفي كيف تقيم؟ يعني هل هناك فعلا ميزانيه ولا هناك عمل، اما ان صحيح بان لا توجد ميزانيه؟ أخي عندما لا تجد الجو الذي لا يتوفر لك ولا يلائم وضعك، عليك أولا أن تستقيل وتترك المكان، لأنه لن تتحقق لك ما أردت أن تقوم به. ثانيا، هناك طرق عديدة إذا كنت من الناس الذين يمتلكون روح القيادة أن تستغلها وأن تقوم بعمل ما. ثالثا، أنا أستغرب في هذه الحكومة عندما يقال لك بأن ليس لديها ميزانية، بعد ذلك نرى أنه تم خطف وزير التخطيط ويقال بأنه بسبب فساد مالي. كيف حدث الفساد المالي ولا توجد ميزانية ولا توجد أموال، ولم تقدر هذه الحكومة حتى على إطلاق سراحي أو الحديث عنه؟ نعم نعم سيد عصام الزبير، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك. كنت معنا اليوم سيد عصام الزبير الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. نعود من جديد إلى استقبال مكالماتكم ورأيكم، أذكر بأرقام الهواتف لمن يستمع إلي عبر الراديو 094-466-5681 094-466-5680. ومعنا خالد من طرابلس. السلام عليكم خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك سيد خالد. سيد خالد، يعني مرحبا سيد خالد. نعم. نتحدث اليوم عن التعديل الوزاري لحكومة الإنقاذ الوطني، كيف رأيت هذا التعديل؟ أولا أحييك على هذا البرنامج أخي العزيز، وثانيا صراحة أن هذا التعديل أنه ضحك على الدقون، وكان نفس سابقاتها من الوزارات زي 30، لكن المشكلة مش في العدد، المشكلة أخي العزيز في الناس اللي موجودين، الرجل المناسب والمكان المناسب. إنهم لا ينفعون، إنه ضحك على الذقون، إنهم يتقاضون المرتبات بالآلاف، بينما الشعب الليبي جوعى، بدوا يساسون يا أخي الكريم في الشوارع. معقولة يصل المرء بالليبي إن القاضي فردة الخبزة بطماطم حكة يا رجل؟ هل يصل بنا الحال إلى هذا الحد؟ لا توجد قلوب، إن حسبنا الله ونعم الوكيل أخي الكريم. طيب، ما هذا الشيء؟ لا أقل، الليبي بدأ ينهان، تونس تسكر عليك في المطارات، الدول الثانية كلها يقول خلي بينا، اللي بيجيني يقول أنا بوش، شنو السبب؟ شنو السبب؟ الحمد لله الشعب الليبي شعب كريم، شعب طيب يا أخي. لا 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 يجوز، لا يجوز والله العظيم. طيب، الناس كلها تبكي يقول لك شنو، ليش الحاله وصلت؟ خليفه الغوير رئيس الوزراء. طيب، يا اخي عمره بطلع في تصريح وقال يا جماعه، او احد تحدث باسمه قال مش معقوله، يعني على الاقل يريح الناس، يقول راه الميزانيه موجوده يا جماعه، ان شاء الله باذن الله حفيفي الامور حتتحسن. لم نسمع صوت من خليفه الغوير، لم نسمع صوت من احد الوزراء، لم نسمع اي متحدث باسم وزير ورئيس الوزراء بيثمن. طيب، الناس. طيب سيد خالد، وصلت الفكره، شكرا جزيلا لك خالد. كنت معنا من طرابلس. معنا الحاج محمد من الزاويه. السلام عليكم حاج. عليك السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك حاج. يعني حاج، يعني الوزارات دائما ما يشتكون من عدم وجود ميزانيه، يعني هل هذا التعديل ربما تتحول ميزانيه بعض الوزارات اللي كانوا 30 وزاره الى 12 وزاره وتكون حلول تنفيذيه على ارض الواقع؟ والله بالنسبه للوزارات، ترخيص الوزارات هذه بادره طيبه ان شاء الله، وما تبينا يا اخي تكون اقل حتى من 12، مرات خمس وزارات سياديه افضل من 12 وظائف ووزاره، واقل وكلاء واقل كذا، فاقل مصاريف في الدوله. نحن معروفين ان الدوله الان تعاني من الماده، يعني من الماليه، فهمتني؟ من ناحيه النفط. يعني انت 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 مسكر النفط، احنا قعدنا في مشكله، اي وزير يجيبوه يقعد دامت ما عادش يتحرك. يعني انت مع التعديل؟ في خطا واحده في الوزاره، عفوا يا استاذي، في خطا واحده سوف نعم ترشيح الوزراء هذولا، في خطا واحده، يعني نشوف في القائمه هناك كان واحد اسمه عبد اللطيف كذا، اسم ثنائي، حتى اسم رباعي ما فيش والصيفه ما فيش، معقوله شنو الوزير شنو كان يشتغل؟ شنو مهنته؟ مهندس، دكتور، دكتور كذا، غير اسم ثنائي مش عارفين شنو كان يشتغل. طيب طيب شنو السيفه نتاعها؟ طيب طيب، لكن هنا يعني ربما يعني سؤال يطرح نفسه،
مشكلة اللي تكلمت عليها أن هي ممكن تكون ميزانية متخصصة لوزارات أقل تكون ميزانية أكبر، لكن في المقابل نشوف أن الوزارات الأولى كلها كانت تشتكي من الميزانية. ممكن يكون السبب مش في الوزارات، يكون السبب في الميزانية نفسها. يعني ممكن يتكرر نفس السيناريو مع 12 وزارة. والله مرات 12 وزارة ما يديروش حل حتى في ليبيا. نفس الشيء يقول زاد 30 زاد 12 زاد 140 وكيل زاد 12 وكيل، نفس المشكلة. الحل والمشكلة في مشكلتنا احنا في وطنيتنا في برنامج، لازم نتحدوا من الشرق للغرب للشمال للجنوب وندوروا حكومة واحدة، حكومة وفاق، ويتفق عليها الشعب الليبي من داخل ليبيا. طيب نحل مشكلة ليبيا، لكن بالطريقة هذه ما فيش فايدة. طيب وصلت الفكرة. الحاج محمد كنت معنا الزاوية، ربي يعاونهم ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. ومعنا اتصال مفتاح من بنغازي. السلام عليكم مفتاح. السلام ورحمة الله وبركاته. مفتاح، نتحدث عن التعديل الوزاري، ما رأيك؟ والله نقول ان شاء الله، هي الانسان راهو عليه هو وعلى ضميره وعلى دينه. لو كان عنده ضمير ودين ما تخافش منه. يعني انت، لكن انا، انت تتكلم على الوزاره بحد ذاتها ولا التعديل ككل وزارات؟ يعني 12 وزاره الان، هل تشوفها ان هي بادره ربما تكون في العمل التنفيذي اسرع وافضل من 30 وزاره؟ والله الانسان يتوقع على الله سبحانه وتعالى، والله يعينه سبحانه وتعالى بضمير ودينه. لكن انا بالشهاده وعباده رميت عليك بوجه تحيه للمؤتمر، شهاده وعباده المؤتمر هذا نشهد بالله انه صبر وصمد والحدحد كله عرب وسيب وعليه مدور عليهم وعليه ما حاربوهم وعليه ما طلعوهم خوارج وعلي ارابيه، نشهد بالله انه مصمدوا ونشهد بالله عندهم الاجر كبير عند الله، ما ضيعوش دم الشهداء. ونشهد بالله بارك الله فيكم ضيعتوا وجونا، وانا نشهد بالله ندعي لهم ليل ونهار المؤتمر، ربي يحفظهم. طيب وجونا وما ضاعوش. طيب سيد مفتاح، حتى نفتح المجال للمتصلين اخرين عفوا، يعني انت باختصار، يعني هل انت مع هذا التعديل ام لا؟ والله انا مع المؤتمر، اللي يدير المؤتمر ماشي، لاني واثق فيهم انهم ما ضاعوش دم الشهداء. طيب وصلت الفكره. شكرا جزيلا لك مفتاح، كنت معنا بمغازي. شكرا جزيلا لك. معنا اتصال اخر، ربما هنا ليس هناك اتصال. نعم، اذكر بارقام هواتف الى المشاهدين الكرام اللي يستمع الي عبر الراديو، 094-466-5681، 094-466-5680. نتكلم اليوم عن موضوع حلقتنا اليوم، نتكلم عن التعديل الوزاري لحكومة الإنقاذ الوطني وتحول الوزارات من 30 وزارة وعدد كبير من الوكالات إلى 12 وزير ووكيل لكل وزارة. ومعنا ضوء. السلام عليكم ضوء. ضوء اسمعني، سمعت التليفون لو سمحت. ألو السلام عليكم. نقص التلفزيون واسمعني، سمعت التليفون لو سمحت. وعليكم السلام. ألو السلام عليكم. تسمع فيه توا؟ نسمع فيك خوي. طيب سيد ضوء، يعني الكثير يقول بأن ما فيش جدوى. نسمع فيك. طيب اسمعني، سمعت التليفون لو سمحت. سيد ضوء ما تسمعنيش من التلفزيون، اسمعني من التليفون. ضوء سيد ضوء. نسمع فيك. تسمع فيه كويس؟ نسمع فيك. طيب احنا اليوم، انت كمواطن كيف رأيت التعديل الوزاري الذي قام به السيد أغويل؟ والله يا أخوي بسم الله السلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. الكلام هذا كله إن احنا والله طموحنا أكبر من الكلام هذا، احنا نتمنى أن يشكلوا حكومة وطني وفاق وطني تلم جميع الليبيين. احنا لأن البلاد يا أخونا خدت منذ الإقتامي تمام. لكن احنا نتمنى ان تصير حكومه توافق لكل الليبيين، تو تعدل البرلمان في مكان والحكومه في مكان، والوضع المعيشي بتاع البلاد كل يوم التالي وغلاء اسعار ومشاكل. طيب هنا ممكن يعني الحكومه اللي دارت والمؤتمر الوطني وافق عليها تكون رساله للامم المتحده بانها مؤتمر وطني والله احنا يا اخوي بنطمحوا له احنا لان البلاد خدت
ما فهمش المقصود بالضبط. يعني هل يستطيع وزير الداخلية فعل أي شيء داخل هذه البلاد؟ يعني أنت تشوف إن هو وزير داخلية ما يقدرش يعني الحكومة عاجزة يعني باختصار. عاجز وزير الداخلية عاجز أمام بعض الكتائب فعل أي شيء. لكن ربما تكون البادرة هذه بتاعت تعديل الوزارات ربما تكون بادرة كويسة وربما تكون أكثر تنفيذية على أرض الواقع. نعم نحن نريد هذا، نحن نريد هذا، ولكن انظر إلى الشارع الليبي. طيب باختصار أبو مالك، باختصار أنت مع التعديل الوزاري هذا ولا ضد التعديل الوزاري؟ نعم أنا مع التعديل وإن شاء الله ليبيا الخير. طيب شكرا جزيلا لك أبو مالك، كنت معنا من طرابلس، شكرا جزيلا لك. معنا علي من مصراتة، السلام عليكم علي. وعليكم السلام ورحمة الله. علي نتحدث عن التعديل الوزاري الذي قامت به حكومة الغويل، ما رأيك في التعديل؟ والله يا أستاذ محمد اسمع علي وخليني شوية خليني أستاذ محمد. نعم تفضل. قلت فهمت سؤالك، سؤالك أن الوزارة تدعم يعني شيء اللي يحدث هو ينقص الغزير. يعني أنه لا يسمن ولا يغني من جوع. قلت يعني شيء. زيادة ولا نقص مثلا شيء، هم هم الإنجاز على الأرض، الإنجاز ما فيش الحقوق، ما عندناش إنجاز أصلا. يعني أنت تشوف أن الشعب قاعد يعاني اليوم، الشعب يعاني، الناس تعاني. يعني أنت تشوف أن هو التعديل سياسي أكثر ما هو تنفيذي. طبعا هو بالنسبة للوزارة سواء كانت 29 مليار بالنسبة يعني هم اللي هي النسبة فيها العملية هي. في تأخير فقط، خلاص تأخير في الإنجاز في تأخير. طيب سيد علي الصوت غير واضح، شكرا جزيلا لك. معنا مصطفى من بنغازي، السلام عليكم مصطفى. مرحبتين يا اخوي، تحيه طيبه لك ولكافه مصاحبينك في هذه القناه. اهلا وسهلا بك. يعني مصطفى، يعني هل سيؤثر هذا التعديل الوزاري على مسار الحوار في ليبيا؟ والله يا اخوي يا ريت والله يكمل ويوفقهم الله في هذا العمل ويجزاهم الله الف خير وفي مجال حسناتهم ووفقهم الله لخير العباده. طيب كيف رايت التعديل انت؟ كيف تشوف التعديل؟ هل هو في الوقت المناسب ام لا؟ التعديل مناسب ورائع جدا، ويا ريت كل الليبيين يسبوا في هذه المحكمه السريه اللي من اجل تخدم البلاد وتريح العباد من شرور الحروب وسفك الدماء اليوميا وحق الدماء الليبيين يا اخويا. طيب والله يا ريت. طيب سيد مصطفى، لكن المواطن ورجل الشارع قاعد يقول بان الوزارات دائما يشكو منها ما فيش ميزانيه، يعني سواء درت 30 وزاره او درت 12 وزاره انت عندك نفس المشكله هي الميزانيه. سيد مصطفى. يا اخوي يا ريت تعودني طيب انا قلت لك ان الوزارات يشكو من الميزانيه، وتوا يعني سواء كانت 30 وزاره ولا 12 وزاره بتكون ما عندهاش ميزانيه. فيعني يعني حتقعد نفس المشكله الاولى، يعني حكومه عاجزه. لا ان شاء الله عظيم، وجوههم نيره وجوههم طيبه وصامدين وما شاء الله عليهم، ربي يحفظهم وان شاء الله. طيب. يعني يفوتنا في برلمان تبرك التفاهم والخطوه المبادره الحسنه ويتركوا ان شاء الله وتعود المياه المجاريه وتقعد بلادنا كويسه باذن الله ونقطع. طيب. الفساد ومقبل على كل حاجة مش كويسة. طيب وصلت الفكرة، وصلت الفكرة سيد مصطفى، كنت معنا بغازي وأنت متفائل بهذا التعديل. معنا اتصال آخر، الصيد من تجورة، السلام عليكم الصيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. يعني الصيد، يعني أنت ربما هل أنت متفائل من هذا التعديل الوزاري؟ التعديل الوزاري في حال لما تتخذ ميزانيه في الدوله في الحكومه. لكن زي حكومه الغول ما فيهاش ميزانيه، يعني شنو هي 100 مليون دولار زي ما نقولوا التعديل الوزاري، يعني ما فيش فائده منها. لكن لو في فلوس في ميزانيه نقول لك انا معاه. لكن ربما يا سيد الصيد يكون ميزانيه بتاع 30 وزاره اذا تخلص، اذا كانت كلها تصب في 12 وزاره ربما تكون ميزانيه اكبر في كل وزاره يعني. لكن حكومة الغويل يعني شنو خدمت هي حتى في ميزانية ولا ما في؟ وبالتالي بالنسبة للميزانية أنت قلت حكومة فيها ميزانية. إذا أصبحنا حكومة فيها ميزانية بها ما قدمتش يعني حتى لو في ميزانية يعني. لكن يعني
طيب لكن احد المتصلين قال بان على الحكومه ان تضغط لتحصل مش تحصل الميزانيه، يعني شبه حتى انه هو يعني كرب الاسره لازم يوفر خبز لصغاره، فالحكومه يجب انها توفر ميزانيه. انا نطلب من حكومه وين الوزراء لازم يطلعوا للشارع يشوفوا الليبيين شايقوا. ضروري ما يطلع للميدان ما يشدش مكتبه. طيب هذا ما نطلب من اي حكومه تجي للدوله لازم تطلع للشارع تشوف الشارع تمشي للاسواق تشوف الاسعار تشوف طيب تشوف كل شيء يعني تشوف طيب. شيء حاجه يحتاجها المواطن. طيب صيد وصلت الفكره، شكرا جزيلا لك. معنا عبد الحكيم من طرابلس، السلام عليكم عبد الحكيم. السلام ورحمه الله وبركاته اخوي سعيد. اهلا وسهلا بك عبد الحكيم، كيف رايت التعديل الوزاري؟ والله اول حاجه نحييك يا اخي سعيد ونحيي قناه الطناصه كل عاملي بها. اهلا وسهلا بك. كل المخلصين والطيبين والنيرين يا اخي سعيد. اهلا وسهلا بك. اخي سعيد هي كويسه هي المبادره لكن نشوفها احنا كنظره اعلاميه واللي نشوف فيه البروتوكول هذا الطيب هذا التداول السلطه السلميه معناها تشوفها ان هي ما فيهاش عينات. هذه اول صوره انت تنظر لك كنظره طيبه ان هذه تداول السلطه لو اذا كان لو انت شفت ما بينك وما بين البرلمان اللي قاعد متشبث معناها تحس ان في فارق ما بين الحق وبين الباطل. نعم. وانا نتمنى هذه المبادرات الطيبه هذه اللي نسعى لها احنا تداول السلطه السلميه ولكن نبشر اخوتي الليبيين ان الله مع الصابرين حتفرج وباذن الله تعالى احنا نتابعوا فيكم ونتابعوا في الاعلام اللي داخل ليبيا ومعناها باذن الله معناها كل الخير والانسان ديما كل ما يصبر نعم. يقول الناس لو اصبر ينال اجل ويتا احنا نصبر شويه باذن الله معاهم وتشوف مؤامرات خارج ليبيا ومليون تتطور في 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 الامارات قلت هي حاجات ذاتي فاحنا احنا المفروض نوقفوا مع الحكومه بتاعنا هذه. نعم يعني انت يعني انت باختصار يعني انت متفائل لهذا التعديل. لا الانسان تفاعله خير تجدوه الانسان بيتفاعل طيب ودائما يتفاعل لان انت 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 كما تبي تبني دوله ودوله مؤسسات طيب ودوله معناها تبدا تداول السلطه السلميه هذا بتصبر عليه واذا كان طيب. ان انت بتشوف ان انت لنفسك انت انا نبي مرتب انت اخي سعيد تشوف سبحان الله الليبيين كلهم انا نقول لك وهذه يدركوها الناس الطيبه وممكن حتى انت بها علم احنا المعاشات هي ماكل مصبور المترصد نتاعنا كلها بالمعاشات باختصار سيد عبد الحكيم كلها ضرائب طيب مش معاشاتنا هي من النفط طيب شكرا طيب سيد عبد الحكيم وصلت الفكره عذرنا لدخل الوقت شكرا جزيلا لك معنا اسماعيل من الزاويه اخر اتصال في حلقه اليوم اسماعيل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته خير استاذ صايد اهلا وسهلا بك اسماعيل يعني التعديل الوزاري لحكومه نقاد وطني بين التفاؤل وبين التشاؤم ما رايك؟ انا ان شاء الله نفعل منه من خير نفعل منه خير وان شاء الله خطوه للاتجاه الصحيح باذن الله هي العبره مش بالكثره العبره ان ناخذ اللازم فقط اللازم لليبيا وللوطن وللشعب اللازم من وزراء والعبره في النتائج، النتائج على ارض الواقع لان المواطن يا سعيد يبي اعمال ويبي انجازات على ارض الواقع في مختلف القطاعات سياسيا، امنيا، اقتصاديا، يبي على ارض الواقع ما يبيش كثر كلام، يبي كلام 20% وانجازات 80%. طيب بعد ما زال في ملف ثاني اللي هو المفروض يسعى له السيد خليفه الغويل والسيد نوري بو سهمين حفظهم الله ان شاء الله ربي يوفقهم في مهمتهم وفي نعم. يعني اعمالهم نعم اللي هي طيب. تقليل من السفرات تقليل من السفرات زي ما قال الاستاذ ناظم الطياري الاعلامي طيب 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 سليم وكلام طيب محله طيب سيد 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 اسماعيل مش عارف ايش وصلت فكره نعم. بس لضيق الوقت باجابه هل انت مؤيد لهذا التعديل او لا باختصار؟ نعم هل انت مؤيد لهذا التعديل او لا باختصار؟ انا قلت لك من البدايه مؤيد طيب وصلت الفكره شكرا جزيلا لك سيد اسماعيل اعذرني لضيق الوقت مشاهدينا الكرام كان بودنا ان ناخذ كل اتصالاتكم ولكن وصلنا الى من نهايه حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام مذكر ان يمكنكم التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي ستظهر اسفل الشاشه لم يتبقى لي الا ان اشكر كل من تداخل معنا واتصل وادلى بارائه وافكاره في هذا الموضوع وأشكر أيضا وصولي إلى السيد عصام الزبير الكاتب الصحفي نلتقي بإذن الله تعالى
في الحلقة القادمة. كونوا معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.